بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، الآن حصة تفاعلية مع سورة النبأ. سورة النبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون. الميم المشددة تغني بمقدار، والمد هنا مد متصل، أربع أو خمس حركات. عم يتساءلون. نسمع سعود. عم يتساءلون. ممتاز. رائع يا سالم. عم يتساءلون. أحسنت، ممتاز. نسمع خالد. عم من يتساءلون. ركز. ها، أحسن يا خالد. عم يتساءلون. أحسن، مد المد. ها. عم يتساءلون. عم يتساءلون. ها، نسمع عبد الرحمن. نسمع عبد الرحمن. مد المد. عما يتساءلون. أحسن، ادي لعبد الرحمن. عما يتساءلون. نسمع ناصر. تفضل يا ناصر. ممتاز يا عبد الرحمن، ممتاز. عما يتساءلون. اسمع مراد. عما يتساءلون. يتساءلون. يتساءلون عن النبأ العظيم. خلي بالك من نون المشددة. عن النبأ العظيم. نخلي لساننا في الظاء والذال والثاء، الذال والثاء والظاء. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. عن النبأ. عن النبأ العظيم. ممتاز يا سالم. عن النبأ العظيم. أحسنت يا علي. خالد. عن النبأ العظيم. ممتاز يا خالد. تركي. عن النبأ العظيم. ممتاز. عمار. عن النبأ العظيم. يا رائع، ممتاز. عن النبأ العظيم. أحسنت يا أبو حميد، ممتاز. ها؟ كملها. لا، أنا عاوز دي بس. عن النبأ العظيم. 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 الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. سألك الذال. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. نسمع سالم. الذي الذي هم فيه. الذي هم فيه مختلفون. سعود. رائعة العلي. الذي هم فيه مختلفون. ممتاز. نسمع خالد. الذي فيه هم فيه هم فيه مختلفون. ممتاز يا خالد. الذي هم فيه مختلفون. أحسنت يا تركي. طب بص عليها كده، ايدك عليها كده. الذين هم. انت شايف عندك الذين؟ الذين. ايه يا عمار، اصحى. الذين هم فيه مختلفون. ممتاز. عطل احمد. استاذ احمد يرفع الكرسي بيديه. معلش، خليك بعيد يا احمد شويه. تفضل ابو حميد. الذين هم فيه
مختلفون. أحسنت أبو حميد، ممتاز. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. يلا، الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. أحسن يا ناصر. الذي هم فيه مختلفون. أحسن يا عبد المحسن. الذي هم مختلفون. هم فيه. بارك الله فيك. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. هنا الآيات تتحدث عن ماذا؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن أي شيء؟ يوم القيامة. يا سلام عليك، رائع. عن يوم القيامة، النبأ العظيم، يوم الإيه؟ القيامة. الذي هم فيه مختلفون. في ناس مش مصدق يعني في يوم قيامة وفي حساب وفي بعث وفي جزاء. الذي هم فيه مختلفون. أحمد قم من هنا واجلس هنا. يلا بطل، لا تأذي زميلك وانت قاعد معاه. الذي هم فيه كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. يا سلام. ثم اخرج لسانك في الساق. ثم كلا سيعلمون. ممتاز. ثم كلا سيعلمون. احسان تعت الخالد. أحسن الخالد. ثم كلا سيعلمون. إذن هذا توكيد. أما بتعيد اللفظ ما يقوله والله هذا توكيد لفظي. يقوله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. إذن سيأتي يوم القيامة وتروه أيها المشككون. معنى الكلام: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا. مين؟ والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. نقول الآيات مع بعض. عما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه كلا ثم كلا. ألم نجعل الأرض والجبال وخلقناكم. سنكمل في الحصة القادمة. نكمل يا أبطال، نكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادة، يعني ممهدة للزرع والمشي والسير عليها والحركة وكل شيء. الأرض ممهدة، إذا زرعنا فيها زرعا نبت، وإذا مشينا نستطيع أن نمشي. قد تكون الأرض متعثرة أمامنا يا سالم، لا نستطيع أن نمشي، لكن الله عز وجل جعلها نمشي عليها، ممهدة سهلة، جعلها تنبت الزرع بمختلف الألوان. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة. هذا كلمة الجبال أوتادة، هذه معجزة. لماذا يا
عبد المحسن، لأن الله عز وجل حينما يشبه الجبال بالأوتاد اتضح في العلم الحديث أن الجبال مثل الأوتاد. الجبال مثل الايه؟ مثل الأوتاد. أيوة، قلت ليش الأوتاد؟ الوتد يكون ثلثه، ثلث الوتد فوق والثلثين تحت الأرض. ثلث الوتد فوق والثلثين تحت الأرض. كذلك الجبال جزء منها ثلثها فوق اللي احنا نراها عالي، وتحتها مثلها مرتين تحت الأرض لتثبت الأرض، فشبهها بالأوتاد. والعلم الحديث اكتشف ذلك، وهذا يدل على صدق القرآن الكريم وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا. قال خلق، وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا. نسمع سعود. قلقل القاف. وخلق، وخلقناكم أزواجا، وخلقنا أزواجا. لا، وخلقناكم، وخلقناكم أزواجا. أحسن، وخلقناكم أزواجا. ممتاز. نسمع خالد. وخلقناكم أزواجا. ممتاز. عمار. وخلقناكم أزواجا. أحسنت. أحمد. وخلقناكم، وخلقناكم أزواجا. ممتاز. يعني إيه خلقناكم أزواجا؟ يعني ذكر وأنثى، ذكر وأنثى. نسمع مراد. وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا. ممتاز. وخلقناكم أزواجا. ممتاز. وخلقناكم أزواجا. شيل الأدوات اللي على الأرض دي، حطها في الشنطة. وخلقناكم، وخلقناكم أزواجا. ممتاز. أيوة عبد المحسن. ما يصير أبدا رجال يتزوج رجال. هذا يحدث الآن في الزمن، الزمن العجيب. ما يصير. ربنا سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى، أما ما يفعله الغرب فهذا تحدي لله، لذلك الله يغضب علينا ويجعل الحرارة تزيد والبراكين والزلازل، وهذا من علامات الساعة يا عبد المحسن. تمام. وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أزواجا. أيضا أزواجا يعني في ناس تستريح مع بعض وفي ناس لا تستريح مع إيه؟ هذا يحب هذا ولا يحب هذا، هذا من الإعجاز. زوجين يعني اثنين يتألفوا مع بعض، من تعرف منها القلوب جنود مجندة، من تعرف منها ائتلف ومن تناكر منها اختلف. ففي واحد تلاقي صديق واحد وما يصدق الثاني، كذلك الرجل والمرأة، الرجل يرتاح مع زوجته ولا يرتاح مع غيرها، يحب زوجته. هذا من إعجاز القرآن. وخلقناكم يستريح إلى زوجته وجعل بينكم مودة ورحمة، بينهم حب ورحمة. طيب، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا. علي. وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا. تخيل يا علي لو نومك مش سباتا وانت نايم، كنت هتعمل ايه؟ هتمشي، ما انتش عارف الطريق فين. ممكن تمشي من على السرير، تخرج من البلكونة، تنزل من رابع دور على الارض، صح؟ لكن الله عز وجل يقول ايه؟ وجعلنا نومكم سباتا، يعني لا تتحرك وانت نايم. لكن لو انت بتتحرك وانت نايم ممكن تسوي كارثه، صح يا احمد؟ وجعلنا نومكم سباتا،
وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا آه تسعود وجعلنا نومكم سباتا ممتاز وجعلنا نومكم سباتا أحسنت خالد وجعلنا نومكم سباتا ممتاز عمار وجعلنا نومكم سباتا رائع أبو حميد أعطي عبد الرحمن اللي مستعد للرحيل ها وجعلنا نومكم سباتا أحسن يا بطل وجعلنا نومكم سباتا ممتاز عبد المحسن وجعلنا نومكم سباتا أحسن يا ناصر أعطي المراد وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم وجعلنا نومكم سباتا تعال يا مراد تعال يا مراد انت ما اقرا الايه صح يا مراد تعال هازم اقراها ثاني وجعلنا نومكم سباتا احسن وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا يعني للراحة والسكن والهدوء وهذا أيضا من قدرة الله وإعجازه الليل هناك فيه أشياء هرمونات تنزل على الجسم في ظلام الليل يمنحك السكون والراحة والهدوء وإذا لم يكن هناك ظلام علي ونمت في النور جسمك لا يستريح لذلك الله عز وجل جعل النوم في الليل في الظلام في الهدوء في السكينة حتى يستريح الجسم من عناء الليل من عناء النهار ومن تعب النهار وكد النهار أيوة عبد المحسن يعني الصباح للعمل والليل للراحة يا السلام صح كلامك مضبوط أو حتى بقول إيه وجعلنا النهار معاشا للعيشة لكن الليل للراحة لكن احنا الوقت بنقلبها يا ناصر صح؟ تلاقي الناس سهرانة بالليل ونايمة ايه؟ بالنهار ينفع؟ لا ما ينفع السهر بالليل يضر الجسم ويضر العقل ويضر كل شيء في الجسم لابد من النوم مبكرا و صح يا خالد؟ شوف انت الوقت ما نمت كويس بالليل يا خالد صح؟ الحين تعمل ايه؟ عمال ايه تعمل في الحصة تغمض عينك صح لابد ان الجسم يستريح حتى يكون الذهن حاضر ويكون عندنا نشاط وحيوية النوم في الليل وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا للهدوء وجعلنا النهار معاشا نعيش بقى بالنهار ونخرج نروح المدرسة نروح العمل نلعب ننشط هنكتفي بهذا القدر من الآيات تعال يا عمار اقرأ لي الآيات حاضر تعال يا أحمد بعده يلا يا عمار ابدأ من الأول عاوز ترتيل اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قرب الماي سألت أيها الشيخ الصغير شيخ عمار يتمنى أن يصبح إماما للحرم نرجو ذلك وليس هناك شيء بعيد على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نرجع الأرض مهادا والجبال أوتادا لقد خلقنا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ما شاء الله أحسنت يا بطل، رائع. تعال يا شيخ عبد المحسن أنت والناصر يا ابني، كله هيقرأ من غير ما تقول لنا، كله هيشارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. لا نصر استنى، قرب المايك. عما يتساهلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اعطي العبد لنصر كامل. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل عد كويس أمران مي مهادا وجعلنا والجبال أوتادا وخلقناهم أزواجا. كمل عبد المحسن. ها وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. أعطي الناصر. وجعلنا النهار معاشا. رائعين. تعال يا علي، تعال يا خالد، تعال يا سالم، يلا تعال يا سعود، يلا ابدأ يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عما يتساءلون. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كلا اقرأ من هنا. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. أحسنت. روح يا علي. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. بارك الله فيك خالي. والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. بارك الله فيك. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ليه؟ وجعلنا النهار معاشا. تعال يا مراد. أحسنت يا سالم. تعال يا مراد بسرعة. تعال يا عبد الرحمن، اخلع الحقيبة وتعالى. ابدأ يا مراد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عمة يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. أحسنت. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا آخر آية وجعلنا النهار معاشا. أحسنت يا عبد الرحمن، شكرا.